اسم فصيلة الأهل. لو تزوج الكورجي مع الجيرمان شيبرد هينتج الكورمان شيبرد، بس النتيجة من الجيرمان والإنجليش بول دوج هتكون البول آزي. لو الباج زائد البودل هيساوي البوجابو. لو جبنا الباج مع التشواوا هيكون التشاج. لو جوزت التشاو تشاو مع الجيرمان شيبرد هيجيلك الجيرمان تشاو، انما الهاسكي مع الجولدن هتحصل على الجوبيريان. الباج مع الانجليش بولدوج هيتولد البول باج. لو تزاوج التشاو تشاو مع الهاسكي هيطلع التشاسكي. لو هجلنا الكورجي مع الدلميشن هيكون الكورجي دلميشن. نتيجة الهاسكي مع البيتبول هي التسكي. الهجين من الكورجي والبودل معروف باسم الكورجي بو، انما الهجين بين اليوش تيرترير والتوي بودل معروف باليوركي بو. بعد ما الهاسكي يقضي وقت جميل مع الكورجي هيتولد الهورجي. ومن تاني الهاسكي مع البومرينيان النتيجة هتكون البوماسكي. الهجين من البودل والشناوزر هيكون الشنودل. لو البومرينيا تزوج مع الشيبرد الاسترالي هنلاقي الفلافي توي دوغ، انما الجولدن مع البودل هنحصل على الجولدن دودل. انما الميكس بين الشيبرد الاسترالي والبودل معروف باسم الازي دودلز. الهجين من الكوكر الاسباني والباج هينتج الكوكر باج. التشيلن شيب مع الكورجي هيظهر البيمبروك شيلتي. احيانا البيجل مع الجيرمان ينتج البيجلمان. الهجين من البودل والويب